Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfathurrahman Gansila. Saya berasal dari Sekolah Quran Usia Dini. Saya ingin membawakan surat Abasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تغسرة وما شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه ثم سبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها وعنبا وقطبا وزيتونا ونخلا وهدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.